طيب دلوقتي هنعمل وصفتنا التانية للنهاردة، وهي كيكة البطاطا الحلوة، جميلة جدا جدا جدا. علشان نعملها عايزين 3 كوبايات دقيق، 1.5 معلقة صغيرة بيكنج باودر، و1.5 معلقة صغيرة بيكنج سودا، عايزين 1.5 كوباية زبدة، معلش بس بيطلع طعمها حلو قوي، 2 كوب بطاطا مسلوقة ومهروسة، 1 معلقة صغيرة جوزة الطيب، 2 معلقة صغيرة قرفة، 1.5 كوب سكر، و1 كوب سكر بني، 6 بيض، فانيليا. عايزين نعمل لها فروستنج عبارة عن كريمة جبنة، 200 جرام زبدة، 400 جرام جبنة كريمي، 4 كوب سكر بودرة تقريبا، وعايزين فانيلا، وللوش عايزين كريمة مخفوقة، ونص كوباية بيكان، وصوص كراميل. ممكن كريمة الزبدة تكون كبيرة شوية، فساعتها هنعمل ايه؟ هنشيل الباقي في التلاجة لما نيجي نعمل كيكة تانية تكون عايزة كريمة زبدة. طيب الزبدة عندنا بحرارة الغرفة، هاخدها واحطها كده هنا، وهبتدي اخفقها مع السكر، البيكنج باودر، والبيكنج صودا، القرفة وجوزة الطيب، ونحطهم مع بعض. وعايزين كمان نفقش البيض بتاعنا. هنشغل بقى دلوقتي طيب هنحط دلوقتي بقية البيض اللي عندنا، عندنا 6 بيضات، والفانيلا، تمام. خلاص احنا عندنا الخليط كده مستعد لاستقبال البطاطا المسلوقة والمهروسة. العيار كبير يا جماعة، بس ايه بيطلع طعمه جميل جدا. هناخد دلوقتي الدقيق، بيكنج باودر، البيكنج صودا، والقرفة، وجوزة الطيب، هحط نص الكمية تقريبا، دلوقتي هنعمل الكريمة بتاعت الزبدة. خليني احط بس دلوقتي الزبدة في العجانة، طبعا لازم تكون الزبدة بحرارة الغرف، هحطها في العجان. وبعدين هنحط معاها الجبنة، بس افتفت الزبدة شوية. ممتاز. انا بس مش عايزة يبقى فيه حبيبات فيها خالص. هنحط دلوقتي الجبنة، لازم الزبدة والجبنة يكونوا بحرارة الغرفة. ما حسيتوش خلاص سيبوها براحتها، حسيتوها طرية شوية زودوا لها السكر البودرة. هحط الفانيلا بس كده عشان النكهة، ونبتدي نحط سكر بودرة، ولازم يكون منخول، هحطه حبة حبة. خلينا نحط دي تحت كده، يلا ولا هسقيها بأي حاجة لأنها طرية وطعمها يجنن. هنحط، هي دي آخر حلقة؟ لأ لسه، آخر سيجمنت. طيب آخر سيجمنت، أوكي. طيب هنحط دلوقتي كريمة الزبدة والجبنة بتاعتنا كده في النص، بعدين ناخد كيكة طبقة ونحطها، ونرجع نحط كمان. هي العيار كبير، ولكن احنا بنحشي بقى وهنغلف
حاجات كتير. دايما يا جماعة يفضل ان احنا بدل هنحشي كده قبل ما نعمل التغليفة الخارجية حلو ان احنا نحطه في التلاجة شوية او في الفريزر وقت اقل شوية، بس يعني حلو ان احنا نخليه في التلاجة. ليه دخلت؟ دخلت وسألت. هو بديل كريمة الطهي السهل السريع هو ان احنا نعمل بشاميل خفيف. هغطي بقى الجناب كلها انا. ودي على فكرة الكريمة حلوة قوي كمان تحطوها على كب كيك. دلوقتي بس هحط كده شوية بيكان على الاطراف اللي تحت.